بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نك إن شاء الله بإذن الله عز وجل الإحسان تلقى بينه قل ورنقل إحسان ومرتبة سيخارقن إسلام سي سيخوا أكان دين سي دين سي سيخوا أكان سنيخون لسيخوا أكان بانستكون يخون علامة سيخوا أكان راتبون خلو إيمان دي إسلام دي إحسان دي إسلام أنكوركم قابل يخون دي با إيمان ولتركم قابل يخون دي با نكي إحسان لا ركون جن نير قابل يخون ما لقوا أغش ولن نقن إحسان نيتواصلنا بإذن الله عز وجل. أرزيسنا نيوخ تعريف نيوخ لغة ضد الإساءة الإحسان إنسان إحسان إساق تك ياخدي مقول إساخدي تيا إنسان محسن يعني أنك مسيء أخلاني مسيء جيب دخ مقلة جيب در أساق عمد أساق ناد نابي ولا لا منتي ناب يوم حقد جيب درو بس كيتن مقول كايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أساق إنسان أريو يروالو ادفع بالتي هي أحسن زي إحسان أساق إنسان محسن أكاق لوجه الله سبحانه وتعالى أساق إخلاص مقديبه صنعت نجين وريق ضد إساءة طغون إساءة دي إحسان دي لا أخلاق ما خير إحسان جن إساءة شر جن شرعا مراقبة الله في السر والعلن شرعا ها ورنجن شرع لي ورنجن دينا نقابل جن لغة لجن قابل لي شرع لي شرعا يندم بك معناها واجب جنين جاري يخون ورنجن دي معنى سفهم دورا قلنا جار ولا جار بكنا موضوعين دينا نقاب سفهمنا لا معنى تناقصي من نقص سفهمنا لا سهلت قلنا كدو إن شرع ورا قصدكن ورا نواياكن ورا وجهكن ورا إنشاءكن ورا قصكن ورا أجزاكن لنا ورا أماركن لنا نقابني شرعا ها يكون كه مراقبة الله في السر والعلم مراقبة جاره سر ليه على الدين يا سوابنا نقابنا كن سرا يا سوابنا نقابنا كن علنا على اللي الأخن سر لي الأخن وهذا الرجال جار سرعة بنكم. طيب أركان الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقسام الإحسان: واحد إحسان إلى الخلق، وهو يكون في أربعة أمور: واحد المال، اثنين الجاه، ثلاثة العلم، أربعة البدن. نان أركان الإحسان ركن واحد ينغن نها هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب أقسام نيو ينغن قسمان: إحسان إلى الخلق هو يكون في أربع أشياء الدامة الإحسان الدربة لا هو إحسان إلى الخلق هو يكون في أربعة أمور: مال لير وندر الدامة مال أدنى بنار زكاة لير صدقة لير إحسان لير نفقة لير نواة تكولي كودو الجاه كودو لا إنسان جاه كمان أكان كمان وجهت أكان واسطة أكان شرع استرور ترى أني إحسان جرب دك كودو إنسان علم كم يور جار ول جار بدأ قلو علماء ينولد أدنى سنك نا علماء ينولد أدنى شهر وان عالم أكان مجار ون الله كودو نعلم نيولد ني طلب السير ني كوسير ني كوسير ني قدام سير مسلمين سير عالم سكر نديني نقصي وعلي سرور واسي سرور وجه رور أبو قدم رور أبو جارلو أنت ليرو نين كدو إحسان لتكن كدو نيسانك البدن في وقت در كدو تراخ بي تشعره وحزب طور شغلة جيب طور شغلة. طيب إحسان في عبادة الخالق ليان إحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الخلق نين ليان أقسام نيوغن ينخون
إحسان في عبادة الخالق وهذه لها مرتبتان. عبادة خالق، عبادة خالق أخلي، إحسان لها مرتبة شخصي. المرتبة، مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه. مرتبة لارية وهذه يكون قال دونها بري وهذا الحجن وهذا قال دونسك، وهي أعلى المرتبتين. تعبد الله كأنك تراه جالسك وجاب المقدس مثلا صلاه له وراسنا مثلا يعني وسدي والحمد لله سبحان الله حققنا يعني لله رب العالمين اخلاص يا ابو على قيمكو يجاب له وانا سنه كيرو نويرو صلاه لي رزقن زكاتين مثلا عسك عبس راس ابو جارد نا ندخرشا وهي اعلى المرتبتين. الثانيه مرتبه الاطلاع والمراقبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يركضوا طب الطلاع دي مراقبة دم قديبة وريق أنتوا على قرن اللي نقال حكمكم وأن تعبد الله إنما الإحسان ورنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني جالس على دس هناك ويعني عبديله أنتوا على قرن لكن الله سبحانه وتعالى قال حكمكم. الدليل على الإحسان قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يندرج. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. نان علاقة إسلام دي إيمان دي إحسان دي ما نقولهم باخ ورنجن ورنينا الجمعة ورنينا لاقش نحن سواخ ناس ياخو ناس الإسلام والإيمان، الإيمان والإسلام والإحسان ترتيب أوري إسلام دي إيمان دي إحسان دي. أولا إذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة ناس يعني ناس مجتمعة كان لكل واحد منهما معنى خاصا، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة. سيقول لك نين لاقش ذكر سنا ورنين قصد نكون بهم، نقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة. ويقصد بالإيمان الأمور القيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين. معناها هنا ورابا كنا نقول الإحسان، الإحسان فوق الواجب، واجب لد أودقن يكون كو دنبرون كو دي إيمان انترك إيمان قيب حاجة تقول لك نهض ومن نكون بو تصديقا جارد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم موت دمرون كدو عبادنا كون الله سبحانه وتعالى ان اعمال ظاهره ني وكون قالوا سجد نور وديس نور فر نور او نور حجر تراخصر نور عمره طواف نور نين ناو كون قالستو اشياء. ثانيا اذا انفردت هذه الامور الثلاثه لا ريك نرتو ذكر سلا لا قد جملت درس سلا ذكر سلا مر لا قد جملت لي لا سياق لي لا باب لي لا تجاه لي لا قش انترنا إسلام إيمان إحسان كذا انترنا نا يينا سنقد، لكن لا ريك نرتو ذكر سلا مر لا ريك نرتو فقط سلا لا ريك نرتو نويل لكن إيمان نرتو يسترن إسلام نرتو يستن إحسان نرتو يستن وران جن لقاء لا قش قانون له. إذا انفردت هذه الأمور الثلاثة، إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، إسلام نتاكا إيمان توقدي. إذا انفرد الإيمان ودخل فيه الإسلام، إذا إسلام نيته بس إسلام كاين لازم إيمان واري ردي بشاو، إيمان نيته ذكرتا لازم إسلام تردي بشاو. وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. تمام نان واضح حقن زيادة ورنقن إن إسلام نيتو إسلام أنا إسلام ما كان مؤمن أخري تقرا سلاني لازم إسلام إيمان توقدي نيتو ذكر سن أنا إسلام ما كان يرن معناها أنت مؤمن كان إسلام نيتو أخر إسلام نيتو أخرى أكلاني. طيب عن مؤمن كان عن إيمان إيمان نيتو ذكر سن مع مؤمن كان يرن لازم مستسلم أخر إسلام أخر شعره أما لين غير خيري اللي قرا سني لين خيري فرنسي اسلام ذكرت ايمان توقديب، ايمان ذكرت اسلام توقديب. ايوه احسان ذكرت احسان ذكرت
إيمان دي إسلام دي تبقى قديبه ور إسلام دي إيمان دي ناخورك لاغش توانا قديبه ما ناها بيها نويرا لقن إن علاقتنا إن نشوانات إن شباق إن رابط إيمان قدي إسلام قدي إحسان قدي الناس يا أخواني لاغش فرنا ولاغش تورنا علاقتنا ما نقول بق نا علاقت نينجن غير اللي فليس وأخني إيمان دي إسلام دي إسلام دي إيمان دي إحسان نجوز ذكر زنر نا إسلام دي إيمان دي شمالا كلهم ما سيخوارك لاو أكانو إسلام إيران نجن مؤمن إيران نجن لا لا ريسي ذكر زنر سيخوارك لاغاج ذكر زنر نا يسانا وقوم إسلام عبادة ظاهر جن إيمان انقيبيات وقن إحسانها إن أعلى درجات الدين يكون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.